يقول هذا السائل من الرقة: أنا حد جيد هذا العام، العام الماضي. يقول: وعند الرمي رميت في يوم 12 بعد صلاة الظهر، وذهبت إلى الحرم وصليت العصر، ولم أطف طواف الوداع إلا ثاني يوم الذي هو 13، فكان طوافي عند صلاة الظهر، ولم أجد مواصلات إلى المدينة إلا بعد صلاة العصر، وصليت العصر في الحرم وسافرت، وعند إحرامي من الميقات لم أتلفظ بلساني، إنما النية في القلب، فما رأي فضيلتكم؟ أما أنك لم تتلفظ عند الإحرام وإنما نويت الإحرام بقلبك فهذا صحيح لا بأس به، تكفي النية في القلب، تلفظ بالتلبية سنة. وأما أنك وفت للوداع عند تريد السفر ولكن لم يتيسر لك المواصلات إلا على العصر وأنت قد طفت وقت الظهر فلا مانع من ذلك، لأنك لم تقم في مكة وإنما جلست تنتظر وسائل النقل، والمدة يسيرة والحمد لله، ولم يحصل منك مبيت بمكة. نعم.